اتصال أحد اللاجئين من ليتوانيا. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، شنو وضعكم؟ والله وضعنا يعني من كافة النواحي سيء جدا. احنا حاليا هنا موجودين بالعاصمة الليتوانية، عبارة عن سجون، كمات عبارة عن سجون. صار لنا أكثر من 5 أشهر مسجونين، ناس تعاني من أمراض مزمنة، ناس عندنا نسوان حوامل، عندنا أطفال رضع، عندنا أطفال مرضى، فالوضع مالتنا سيء جدا يعني. زين، أنا ما أريد أعرف اسمك، بس سؤالي نعم. اليوم صار لك 5 أشهر أنت بليتوانيا، الأكل، الشرب، الجو نعم. هسه يعني برد، من دا يتواصل وياكم؟ والله صراحة يعني ما حد يعني حتى من حولنا من التصوير، أنا كنت يعني ممثل للاجئين في ليتوانيا باللقاءات الصحفية القنوات، من حولنا من التصوير، من حولنا من أي فيديو، من حولنا من أي لقاء صحفي، قطعة والإنترنت عنا، أي يعني محاربة نفسية جدا يعني سيئة. الناس هناك تريد إحنا ترجع داخلين لأرض كراش. الوطن؟ أنا أرجع إذا لأرض يرجع الوطن، حتى هو شطان الوطن نمثل. حتى أرجع له، هو الوطن شطان حتى أرجع له يعني. مثلا تكون وياك صريحة أختي، إحنا أنا ما أريد أعلم باسمي، بس إحنا كمن ثوار تشرين دمرونا، كتلوا أصدقائي، كتلوا يعني أنا بالنسبة كشخص، أنا مرتين ثلاثة داهموا بيتي وكسروا بيتي، انخطفت من جهة الأحزاب، زين خذوني أدبوني وطلعوني، تأديب يقول لك هاي شطان الوطن حتى أبقى بالوطن. والوطن وينه؟ الوطن مسلوب، الوطن راح، خذ دمرت الأحزاب لا إسلامية. يعني لأن الوقت داهمنا فقط بثواني، إذا سمحت لي مخرج سيد النوري بس نعم ثواني، إذا تفضل. أختي ثواني، إذا أكو ضيف من وزارة الهجرة يعني سيد هنا كريم معلش من النوري، وزارة الهجرة ولا. سيد كريم النوري معانا. نعم نعم السلام عليكم أستاذ، السلام عليكم أستاذ. وعليكم أول السلام. شيء أهلا. وزارة الهجرة، وعليكم السلام. إحنا مواطنين عراقيين، تقبل أنت يا سيد النوري عراقية تنجر وتنسحب بالطين ويكلبشون هلا ورا، تقبل غيرتك؟ تقبل إحنا العراقيين هنا نذل بالغربة؟ تقبل؟ أنا دعات بك، إحنا يعني إحنا ما عراقيين، نقبل، تقبل عراقي لا ما نذل هنا نقبل بالغربة؟ ولا نسمح، إحنا بلدنا كل شيء مواطن ما يحبه. نقبل ولا نسمح. صحيح، بس إذا تعاني من الوطن مو تروح إلى تغامر وأنت وعائلتك وتدخل مكان أخطر. إحنا أنتم إخواننا أعزائنا حقيقة، لذلك نتمنى حتى طالبنا هذه الدول بعدم الضغط عليكم، بعدم إعادتكم قسريا. لا توقح لناسينكم أبدا، نفكر نعم. بكم، نتألم لألمكم، صدقني بالله. نعم، يعني اللاجئ أنا ما أريد أذكر اسمه، أشكرك والدكتور علي البياتي أيضا أشكركم، والسيد كريم النوري وكيل وزير الهجرة والمهجرين، يعني هذا حال العراقيين يا حكومة العراق. والله تعبنا، يعني حتى اللاجئ يقول لك ما أريد أرجع لأن لاكو أمن ولا أكو أمان بالعراق. يعني ترضوها عليكم أنهم ريه تنسحل بالطين وهي حامل؟ أشكركم.